كده السكور زي ما هو كده، في فرق نقطة ليهم وعندكم فرصة للعودة. بس احنا دخلنا في الأسئلة الصعبة. قامت الدولة مؤخرا بإعداد منصة مصر الرقمية لمساعدة أفراد المجتمع على إنهاء أعمالهم في سهولة ويسر كتجديد البطاقات الشخصية وتجديد رخص القيادة. يعبر ما سبق عن أحد أدوار البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية، وهو الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات، توثيق صلة الدولة بالمراكز البحثية، الاهتمام بالتخطيط الجيد للعمالة، رفع مستوى كفاءة الفرد العامل. برضو سؤال صعب بس متشابهات. ألف. وانت يا نور؟ أنا كنت محتارة بين جيم برضو. بين جيم وإيه؟ وألف. بين جيم وألف. بس بيه وده لأ مستبعدين. بس مفيش برضو تخطيط جيد للعمالة. احنا دايما بنوصل لخمسين في المية لو تاخدوا بالكم صح؟ يعني بنوصل لخمسين في المية صح؟ يعني احنا شاطرين احنا الأربعة في ان احنا بنستبعد الغلط، لكن احنا دايما بنوصل لخمسين في المية. ممكن تبقى ألف. فمين فيكم هيلعب دور رقية ومين فيكم هيلعب دور رقية؟ بس هي ألف مرجحة أكتر عشان وعملوا منصة مصر الرقمية، فده حاجة إلكترونية إنشاء قاعدة بيانات يعني. اتفقتوا؟ نور اتفقتي مع حبيبة؟ منطق برضه يعني الإجابة فيها منطق. منصة مصر الرقمية وقاعدة بيانات. إجابة صحيحة وتعادل الفريقين ونفس قوية جدا وشاطرين ما شاء الله عليكم. سؤال اللي بعده. المشاركة العضوية في العمل التطوعي تعني أنه قرار ذاتي يتخذه الفرد بنفسه لتقديم المساعدة البدنية والتضحية بوقته وشحذ همته من أجل خدمة المجتمع وتقوية العمل التطوعي. تنطبق الفقرة السابقة على أحد المواقف الحياتية التالية، وهو توعية أهل القرية حول كيفية مواجهة جائحة كورونا، المشاركة بالجهد في تدريب الفتيات على الحياكة والتفصيل، إعداد صفحة على الفيسبوك لتوعية الشباب بأثار التدخين، دال تقديم أدوات المطبخ والكهرباء للفتيات المقبلات على الزواج. يعني المشاركة العضوية يعني شاركت بمجهودي بجسدي يعني. طيب في العمل التطوعي بتعني انه قرار ذاتي، قرار ذاتي بياخده الفرد بنفسه لتقديم المساعدة البدنية والتضحية بوقته وبيشحذ همته، يعني يشحن نفسه عشان يخدم المجتمع وتقوية العمل التطوعي. هنا ده بينطبق على احد المواقف الحياتيه. هو عامل سؤال معكوس يعني، هو عاده السؤال بيجي من الف ب و ج و د، هو المره دي عكس، كانه بيقول لكم حطوا السؤال قبل الاجابه. يعني هي دي الاجابه، هو بدا بالاجابه. ده تكنيك برضه. خلي بالكم التكنيكس دي محتاجين نفهمها لانه ممكن تبقى موجوده في الامتحانات، ان انا ابدا اخلي الاجابه سؤال وسؤال اجابه، وده تكنيك كويس او في تفكير. هنا بقى السؤال توعية أهل القرية حول كيفية، يبقى لازم نحط الكلام ده قبل الإجابة. هل توعية أهل القرية حول كيفية مواجهة جائحة كورونا هو المشاركة العضوية وكذا وكذا؟ هل المشاركة بالجهد في تدريب الفتيات على الحياة والتفصيل هو المشاركة العضوية وكذا وكذا؟ هل أنا بحاول برضو إيه بالمنطق كده وبطريقة فهم المسألة بحاول مع حضرتك. هل تقديم أدوات المطبخ؟ هل يعني ها؟ هتبقى بقى مشاركة بالجهد ب ب متفقة معاها؟ انت متفقة معاها بمنطق ان الرقية ما بتغلطش ولا ايه؟ لا هي ب هي هو هيشارك بجهده زي السؤال اللي هو. والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة وهنا في أفضلية بنقطة، والسؤال عجبني قوي لأنه هو السؤال ده شفت النوع ده من الأسئلة قبل كده؟ كتير. بس هو في يعني معلش بقى لي كتير ما بمتحنش ثانوية عامة، فعلى ايامنا ما كانش في الكلام ده خالص، ما كنتش بحط الإجابة قبل السؤال والسؤال قبل الإجابة. طيب اللي احنا خارجين منه لحد دلوقتي إن السؤال لازم يتسأل مرة واتنين وتلاتة، لأنه في تكنيكس كده وفي ألعاب جوه السؤال. بالظبط. طيب
كده في فرق نقطة لفريق ابن سينا اللي هو 8-7. كده عندكم فرصة تتعادلوا، ولو اتعادلتوا هنعمل سؤال سرعة، لو ما تعادلتوش فهو فريق ابن سينا فاز بالفعل. السؤال هو: يرى علماء الاجتماع أن العوامل الاجتماعية تساهم في تشكيل سلوك الفرد، فهي تساعده على اكتساب خصائصه الإنسانية وتعلم ثقافة مجتمعه. توضح الرؤية السابقة عن إحدى أهميات التفاعل الاجتماعي، وهي تحقيق استقرار الجماعة، بقاء المجتمع، إشباع الحاجة الاجتماعية، نتائج إيجابية للفرد. العوامل الاجتماعية بتساهم في تشكيل سلوكه، وبتساعده على اكتساب الخصائص الإنسانية، وبتعلمه ثقافة مجتمعه. ده أهميات ده بالنسبة لنا بيوضح أهمية التفاعل الاجتماعي. التفاعل الاجتماعي بيعمل لنا إيه؟ استقرار للجماعة، ولا إشباع الحاجات الاجتماعية، ولا بقاء المجتمع، ولا نتائج إيجابية للفرد. ليه ده؟ وبيتكلم عن الفرد وخصائص الفرد. انت شاطره في المنطق يا حبيبه؟ اه بحبه. شاطره في المنطق؟ اه ليه اكتر. ها؟ لانه برضه انت ما بتجاوبش. انا بلاحظ حبيبه بتستخدم تكنيك لطيف جدا، هي ما بتجاوبش من واقع المنطق. شفت هنا حاجه فرد وهنا فرد، وهنا النتيجه الايجابيه رايحه لفرد، فهي رايحه لفرد. فهل المنطق بيكسب في كل الأحوال في علم الاجتماع؟ بس خلي بالكم دي النقطة اللي هتتعادلوا بيها أو هتخسروا. وعشان أكون واضح معاكم، أنا لا يمين ولا شمال. أنا برضو استبعدنا ألف وجيم، وبرضو محتارين بين ب ودال. وبقول لك العوامل الاجتماعية بتساهم في تشكيل سلوك الفرد، تساعده على اكتساب خصائصه الإنسانية. ادوني جواب نهائي. جواب أخير. دال. نتائج إيجابية للفرد. الموضوع كده بقى صعب. هنروح حبيبة زعلانة ولا مفيش حد؟ احنا كلنا كسبانين صح؟ في النتيجة كلنا كسبانين. بالظبط. نور، انت واثقة في حبيبة؟ لا نتشاور يعني. ما تزعليش حبيبة، واضح ان الورد اللي هي بتقراه ده كل يوم شغال كويس. اتعدلت حبيبة. السؤال ده الأخير، هيبقى سؤال أخير لحضراتكم، سؤال سرعة. اللي هيجاوب هو طبعا فرصة واحدة في الإجابة لكل طرف. لو ما جاوبناش يبقى احنا اتنين طلعنا متعادلين. طيب. يشير محمد الجابري